يا اهلا بيكم مره ثانيه. من حسن الحظ حضرات ان رجع لنا دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه عشان نعرف منه بقى الوضع رمضانيا الجو هيكون عامل ازاي. 37 ولا 42 بالظبط كده. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب يا فندم. اهلا بيك. صباح الفل استاذ كريم استاذ نهوان. اهلا صباح الجمال يا رب. اهلا بحضرتك. كل سنه طيب. كثرت الاحاديث حول اول يومين ثلاثه من رمضان يا دكتور محمود ويقال ان درجات الحراره يعني اتقال 37 واتقال 40 وما بينهما، فالصح ايه؟ هو حتى الان الخرائط هيئه الارصاد الجويه خرائط توزيعات الضغط بتستمر الى ارتفاعات تدريجيه في درجات الحراره من النهارده بالفعل تصل مع بدايات شهر رمضان ما بين 36 و37 درجه مئويه خلال فترات النهار. هيبقى في زياده في فترات طلوع ساعه الشمس، كتله هوائيه قادمه من مناطق مرتفعه في درجات حرارتها في الجزيره العربيه. لكن فترات الليل بعد الفطار ناخد بالنا ما نكثرش ارتفاعات شديده في درجات الحراره في فترات النهار، لان فترات الليل درجات الحراره بتكون منخفضه وبيصل الفارق بين العظمى والصغرى اكثر من 15 درجه. تمام. بس بالنسبه لدرجات الحراره العظمى اللي هي اثناء ساعات النهار، هل من المرشح ان هي تعاود الارتفاع بعد اول كام يوم من رمضان ولا ممكن تنزل شويه؟ لا ان شاء الله هتبدا تنخفض مره اخرى. هيبقى هناك ما بين ارتفاعات وانخفاضات بقى في درجات الحراره خلال شهر رمضان، لكن الانخفاضات برضه مش هتكون بالشكل اللي احنا كنا بنشوفه في نهايه فصل الشتاء او على الاقل من زي الاسبوع اللي فات. طيب دكتور محمود، يعني احنا كده الشتاء ودعناه والتبعات بتاعته ودعناها من فكره ان ايه لسه اللي هي زي ما بيتقال كده بيخلص، اللي هي الايام اللي بيخلص فيها بعد ما بينتهي الفصل. احنا كده خلاص نقدر نقول ان بدايه من دلوقتي مثلا لاسبوع قادم احنا صيف ما فيش بروده، يعني بما معناه نشيل الشتوي ولا نعمل ايه عشان برضو الناس تبقى فاهمه؟ هو طبعا انت عايز تزعلي في الهوان الاجابه كده يعني خلينا ايه يعني بالراحه عليكم شويه. لا احنا تدريجيا هنخفف الملابس تدريجيا، مش هنشيل الملابس الشتوي ومش هنبدا نعلن عن ارتداء الملابس الصيفيه خالص. طبعا ما ينفعش نلبسها دلوقتي بشكل رسمي. هنخفف الملابس الشتويه اللي احنا بنلبسها، نخفف القطع الملابس اللي احنا بنلبسها عشان برضه مع اي نشاط للرياح. يعني النهارده درجه الحراره 23 على القاهره، لكن نشاط الرياح اللي موجود بره في الشارع وموجود في الطرق، مجرد ما نقف في حته ظل شويه او اماكن ظليله بنحس ببروده، فلازم طبعا ارتداء ملابس شتويه يكون شتويه خلال الفتره اللي جايه، هيكون بتخفيف هذه الملابس، لكن ما نلبسش ملابس صيفيه دلوقتي خالص طبعا. طيب خير ان شاء الله دكتور محمود، ويعني خلينا نتابع برضو مع حضرتك طبعا ونهايه الاسبوع على يوم الاربعاء عشان نطمن مره ثانيه لو في اي تغيرات يعني في الطقس او غيره برضو ونطمن الساده المشاهدين. شكرا ليك جدا يا دكتور على هذه المداخله. احنا هنتبستر في رمضان الحمد على حسب الله. الكلام اللي اتقال دكتور محمود قال لك في نص الكلام، قال لك ايه يعني ما بين ارتفاعات وانخفاضات، تحسه مظبط. احنا كنا 24 و3 اول يوم سبت 37 ليه ربنا يهون. الحمد لله.